الآن نحن نتحدث طبعا على منتصف الستينات، إذا قفزنا شيئا ما وتوجهنا إلى بداية السبعينات. بداية السبعينات 71 و72 شهدت عمليات انقلاب، عمليتي انقلاب على الملك الحسن الثاني. البداية في 71 عملية الصخيرات في القصر قرب الرباط هنا، والعملية الثانية حينما كان عائدا من فرنسا عبر الطائرة، وعدد من الطيارون في الجيش المغربي حاولوا إسقاط طائرته واغتياله. لماذا هذه العمليات بدأت ضد الملك؟ هذه العمليات بدأت لأنه المرحوم الحسن الثاني بمحاربته للأحزاب الوطنية أصبح هناك فراغ، فهذا جعل أن مساعديه الأقربين يحاولوا انقلاب عليه والجلوس مكانه. ذلك هل كان قلبهم على البلد، يريدون إصلاح حال البلد، أم فقط الاستئثار بالحكم، يعني أن يأخذوا منه الحكم ويحكمهم بطريقة ربما لم يعرف عنهم بنفس طريقة، لم يعرف عنهم أنهم مصلحين؟ لأن لو كان أرادوا الإصلاح كانوا يصلحوهم مع الحسن الثاني في كلتا المحاولتين. أما في كلتا الحالتين، لأن أوفقير كان وخا اسميا ما هو شي في انقلاب 71 لكن كان مع المنقلبين في 71، فهو كان مع الحسن الثاني عشرات السنين. لو كان أراد الإصلاح كان يقنع الحسن الثاني بالإصلاح، لكنهم غير مصلحين، فما كانوا يريدونه هو الوصول إلى السلطة وأخذ السلطة من يد الحسن الثاني والتصرف في هذه البلاد كما يريدون. نعم، الحزب في حينها كان متبني للخيار النضال السياسي السلمي فقط. تمام. ولكن لا يمنع أن بعض من أعضائه ارتأوا أن يتوجهوا نحو العمل الثوري المسلح. لا، هذا عمل انفرادي. أما على مستوى لم يكن سياسة حزب. أما على مستوى الحزب فالقرار هو مؤتمر الذي سيعلن عنه، يعني هو اختيار النضال الديمقراطي. لكن والذي سيتبلور بكيفية واضحة في مؤتمرنا سنة 75. لكن من قبل الفقيه البصري رحمه الله كانت له رؤية أخرى، أنا ناقشتها معه سنة 68، لأنه طلب مني أن أكون في نفس التنظيم الذي كان يعدل، وكنت أقول له إن العمل مسلح ضد حكم وطني لم ينجح في أي بلد من البلدان. العمل المسلح ينجح ضد المستعمر، أما ضد حكم وطني فهذا لا ينجح.